فير بلاي. جاي لكم من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. اكيد نحكيو على مقابلات الجولة التاسعة للبطولة اللي كملت غدوة، بدات البارح كملت، بدات نهار كانت نهار السبت. والحديث على المقابلات، يحضر معنا بالهاتف اللاعب الدولي السابق، اللاعب السابق للملعب التونسي انيس العياري. انيس اهلا بيك. اهلا بيك سليم، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل. شنو الامور خويا لاباس؟ والله في خير ونعمة الحمد لله. الحمد لله. ويحمينا الناس الكل ان شاء الله سليم. باه انيس، اكيد تبعت مقابلات الجوله التاسعه، نعرفك مغروم برشا تبع المقابلات الكل ما شاء الله. خلينا ناخذ من عندك كلمه بصفه عامه على الجوله، اهم الاستنتاجات نتاعك قبل ما ندخلوا في التفاصيل والمقابلات. الاستنتاجات نقول المستفيد اللي هو اتحاد بن قردان، معناتها اتحاد بن قردان اللي اليوم ممكن انتصاره الاخير ضد فريق القرويين يخليه في المرتبه الثانيه، عوده النجم الرشاح للانتصارات. ومن بعد نقولوا انه البطوله نتاعنا معناتها متقلبه برشا، والبطوله معناتها كيما نقولوا احنا ما فماش فريق يعني استقرار على مستوى النتائج والاداء، يعني نشوفوا انه بطولتنا اليوم نجم مستقبل الجيش عم فريش انتصر على فريق كبير في الرابطه المحترفه الاولى، يعني اليوم نقول ما فماش برشا مفاجات انه العام متقلب سلام. لكن بالنسبه لي انا الحاجه الساتيسفاكسيون البطوله نتاعنا تحدد هذه النتائج جد ايجابيه. من بعد نجي نشوف انه ملعب التونسي اللي هو اليوم عدم استقرار في النتائج حاجه تقلق جماهير النادي، حاجه ماهيش يعني كيما نقولوا احنا ما فماش اكيليبر، ما فماش استقرار اداء للنتائج. شكل صعيب بالنسبه للملعب التونسي يستنى فيه، نعرفوا مباراه تحب بن قردان الاربعاء ومن بعد يتنقل لسوسة يلعب النجم الاتحادي، يقول لي ممكن من الفرق اللي نوعا ما صعبت عليها في المباريات الاخيره ومش قاعد يجني في نقاط هو الملعب. باهي، خلينا نبداو بماتش هذا، ماتش الدربي بين الستاد والاسبيرونس، هزيمة الملعب التونسي تفوق ترجي 2-1، كيفاش شفت الماتش انيس؟ هو فنيا مانيش باش نتعمقوا برشا، لكن نقول بداية كانت الملعب التونسي حتى في 27 28 دقيقة كان فما ايكيليبر على جميع المستويات، المستوى في الدفاع في الوسط في الهجوم، عرف كيفاش يتمركز، عرف كيفاش يوقف الترجي، خلى الترجي في احراج، حتى في من بعد الترجي لقى صعوبات في الخروج بالكرة، عمل بريسينغ، لكن من بعد الهدف تغيرت المعطيات الكل. الترجي اليوم حتى كيبدا موش في افضل حالاته يعرف ينتصر، وهذه الصفات والمواصفات نتاع فرق كبير تعرف تنتصر. مهم برشا انك ما تكونش في نهار كبير لكن تعرف تنتصر وتلم نقاط، هذا اللي عم فيه الترجي اليوم. الترجي عاود رجع من بعيد، نعرفوا بدايه موسم نوعا ما متقلبه، برشا كريتيك على الاطار الفني، ما كانتش الامور واضحه بالنسبه للترجي التونسي على جميع المستويات سيرتو الفنيه وعدم الاستقرار، ممكن برشا كريتيك على معين والاطار الفني ككل. اليوم الترجي يعاود يرجع منذ ضمانه ترشح دوري المجموعات، تلقى ليكيليبر بدا يعمل في التورنوفر مهين، بدا الترجي يلقى في ليكيليبر نتاعو وبدا يجي النقاط. البروفوني هو اليوم متصدر في الترتيب تاع الخنيسي بعد غياب طويل على التهديف زوز اهداف. انيس نجم يكون عنده علاقه بالكلام تاع قدوم مهاجمين جدد للترجي، نجم يموتيفي هذا الملاعب والا ما عندوش علاقه وتات وكاو في الماتش هذا. انا اللوم على الخنيسي، معناتها اسم كبير كما تاع ياسين، لاعب معناتها كاريرو بالنسبه لي انا ورام لاعب محترف، علاش يستنى الا يبدا ثم كونكيرون ما عرفش نجم يتالق في الاهداف. اليوم ريت الخنيسي حتى في المباراة مع هذه الهدفية، ريت الخنيسي خنيسي يعني ليزابيل نتاعو، تحركاته في الميدان، افتكاك الكرة، هو أول مدافع في بلاصة مهاجم، هو أول مدافع. الخنيسي يذول لي يلعب بالكيف، طلع في الدرجة اللي تكون ديما تكون مستوى عالي. الخنيسي ممكن اليوم يخمم أنه غادر الدرجة، ممكن الفترة الجاية تكون مغادرته آخر. هو في نهاية عقده اكيد مهم برشا، خاطر تاع ياسين الخنيسي عطى برشا للترجي وعدى عوام، وتعرف كي تعدي برشا عوام الموتيفاسيون تطيح، وخاصه انك تلعب في جماعه فيها بريسيون كبيره زعما الترجي. وفي تونس نقلقوا برشا، نحبوا تبديل السروج. اكيد وسيرتو هو كمان يادي يخمم زاد اكثر انه في الامور الماديه، برغم انه في الترجي التونسي اكيد يغني بيان سافي معناتها ياخذ شهريه، لكن يحب يعمل تجربه احترافيه. لكن اليوم نعرفوا تاع ياسين الخنيسي اهداف ممكن يعطيوها اكسجين جديد باش يعاود يرجع من الدرب الكبير ان شاء الله، حاجتنا به المنتخب خاصه به. اكيد المنتخب. الماتش الثاني وضعيه صعيبه وفي قبل الاخير في البطوله، النادي الافريقي هزيمه جيده في سليمان 2-1، وين ماشي الكلوب انيس؟ الكلوب ماشي وين ماشي الناس الكل نعرف، ما نقول لك كيفاش نقولوها احنا، الوضع نتاع النادي الافريقي ما يخليش الناس الكل تكون قاسيه على الفريق هذا باش نقولوا، لكن الترتيب ماهوش مفاجئ، الحاله اللي فيها النادي الافريقي ماهيش مفاجاه. اليوم الناس الكل تطالب بالحلول، اكيد انك اليوم في مازق كبير من ناحيه النتائج اداريا فنيا على جميع المستويات تاع النادي الافريقي. اليوم ثم تطمينات من الهيئه المديره
انه العقد استشهار الجديد قعدنا كان نسمع في التطمينات احنا ناس تطمينات انا الحاجه ممكن اسلام اللي بيستعمل بتزيد متين بله وممكن تقلق برشا التاريخ نتاع نادي افريقيا. ممكن الموضوع اللي يقلق اكثر انه ثم زوج مواضيع تتوالى قبل فتره الماركاتو انهم باش يخلصوا الفيفا ويصير كما نقولوا احنا تاهيل لاعبين هذوما وما صارش وكانت حربوشه للجمهور. هو نورمالمون بدا اليوم الماركاتو نورمالمون اليوم يكونوا مؤهلين كان تم الايفاء بالواو تجديد نتاع عقد الاستشهار. يعني اليوم نلعبوا بتاريخ كبير اسمه نادي الافريقي. الهيئه المديره مطالبه انها تخرج ندوه صحفيه ويبينوا ويوضحوا للجماهير هالموجود العقد هذا هل باش تخلصوا الفيفا هل الملاعبيه باش يكونوا مؤهلين على خاطر بالرصيد البشري اللي موجود. انا اكد لك انه الوضعيه باش تكون صعيبه. ما نحبش نقول كلمه كبيره في حق النادي الافريقي خاطر ما يسهلهاش، اما الوضعيه راهي تنجم تكون كارثيه من هنا لاخر موسم بالرصيد البشري اللي موجود حالي. مع ذلك فنيا الفريق مش قادر يصنع فرص مش قادر يسجل اهداف، ما فماش العناصر اللي تنجم تغير من وجه النادي الافريقي على جميع المستويات. غياب كلي البصمة الفريق النادي الافريقي بعيد كل البعد على المستوى نتاعو اداريا فنيا على جميع المستويات. من الجهه يعني المقابله انيس سليمان رغم تبديل المدرب الفريق باقي ماشي في ثنيه صحيحه مع تالق اللاعب رشيد العفاوي اللي تقريبا قاعد يكون فيرمي في المدرب اللي قدمه الموسم الماضي. مستقبل سليمان هو رشيد العفاوي يعني اللي زيك في الوادي يعمل فيهم برشا نقاط قاعد يجيب فيها قاعد يعمل فيه برفورمانس كبيره قاعدين نسمعوا عليه برشا كلام من لاعب زيد تحب عليه التراجي وبرشا نوادي ملاعبي قاعد يلقي راحته في سليمان قاعد يؤدي في الواجب نتاعو قاعد يقدم في اضافه كبيره للهجوم نتاع مستقبل سليمان وقاعد يجيب في نقاط نقاط الاخيره ثلاث نقاط ضد النادي الافريقي. اكيد ما نقولوش قوه مستقبل سليمان لكن نقولوا ضعف ضد النادي الافريقي. بالنسبه لي انا نعطي الميريت لمستقبل سليمان انه انتصر ثلاث نقاط مهمين في بلاده ونعرفوه ما يساومش مع هزيمه الملعب التونسي في سليمان، لكن نقول انه النادي الافريقي زاد قاعد يعطي في فرصه للمنافسين نتاعو كل فريق ولا يجي يطمح في ثلاث نقاط وهذه حاجه معناتها بادره غريبه برشا. فريق كبير كما النادي الافريقي في المستوى في الضعف هذا ما ثم حتى شاره من البطوله اليوم غير الاداء نتاع النادي الافريقي بعيد كل البعد في الترتيب نتاعو حاليا، لكن ما نجموش نحكيو هرم كبير كما النادي الافريقي اسلام معناتها عيب برشا باش نكونوا قاسيين عليه. نعرفوا الوضع كارثي الوضع الحالي ما يخلينيش نكونوا قاسيين على الفريق، اما ان شاء الله ان شاء الله يكون الحربوش اللي عطاه سي عبد المنيوسي والاداره نتاعو انه ثم عقد استشاره باش يجي باش يخلصوا الديون نتاع النادي وباش يأهلوا الملاعبيه هذوما الايام القادمه هي اللي باش تبين ذلك. هاني نستناو انيس باه زدنا باش نحكوا على بقيه المقابلات. تقعد معايا انيس العياري فاصل صغير ثم راجعين. Cette année, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro repoussent toutes les limites du possible. La nouveauté, un système photo pro qui révolutionne la prise de vue en conditions de faible éclairage. La puissante puce A14 Bionic. Un écran Super Retina XDR pour ne pas passer à côté du moindre détail. Et des accessoires MagSafe pour une recharge sans fil encore plus rapide. L'iPhone 12, disponible chez vos revendeurs agréés. Express FM, تزيد في القيمة. Fair play. مازلنا مواصلين معاكم نحكي على بقية مقابلات الجولة التاسعة وضيفنا موجود معنا بالتليفون أنيس العياري. نعاود نرحب بك من جديد أنيس. والمقابلة مقابلة النجم الساحلي الفايز على مستقبل رجيش اثنين بلاش رجيش اللي قاعد يقدم في مستويات باهية لكنه انهزم ضد الإتوال في أول ماتش لأسعد الدريدي مع النجم الساحلي. شنو بدل أسعد أنيس؟ غير ما حد شيء بدلوا الاسعد ممكن اللي ثم رجع نفسي ثم ديسكور في ايامات ما نجمش نقول الاسعد دريدي السحار يعني غير من النجم الساحلي باش ينتصر، لكن الاسعد دريدي يعرف الرصيد البشري نتاع النجم ومشي للنجم يعرف كل كبيره وصغيره على الفريق هذا وظف بعض اللاعبين بغير بعض المراكز، لكن المهم تغيير كشري يأكد انه الاسعد دريدي تخل بمنطلق كما نقولوا احنا ما ثماش تمييز حتى من لاعبي ما يكون اسم اللاعبي تغييره في الشوط هذاك ميساج لبقيه اللاعبين نتاع النجم. يعني اليوم كل لاعبي ما يقومش بالدور نتاعو باش يكون خارج التشكيل. انيس في سيناريو مشابه كنت تفكر نفس اللي صار في الكلوب مع وسام الدراجي تقريبا يحب يعدي مساجات للملاعبيه والا سيحصلوا حاجات. اكيد اكيد لازم تاخذ زمام امور من الاول سيرتو باش تاخذ جمعيه كبيره كيما النجم فريق القاب لازم تاخذ الفريق ولازم كيما تروح تحط بصمتك وتشد الجروب. مهم برشا مدرب يعمل بصمه نتاعو باش يكون الاحترام موجود باش الناس تطبق التعليمات نتاعو وحاجه ثانيه كي تسمى كيما نقولوا احنا قرر
اكثر من ناحيه. يعني المدرب يطلب من الملاعب انه يعطي الاضافه ويقوي معناتها ويطبق التعليمات من النادي التكتيك، لكن باش تكون ثم امور تتسيب يولي عدم انضباط ونخرج من بعد لسوء النتائج برشا حاجات. مثلا دريدي في اول مباراه فنيه ممكن مباراه ما كانتش سهله بالنسبه لي، بما ان المنافس اسمه مستقبل الرجيس، فريق بالنسبه لي انا مغمور، لكن عنده اسبريد جروب، عنده روح المجموعه، مدرب طموح قاعد كل مباراه يتجرم مع كل مباراه، قاعد يتعامل يعني بكل جديه، يقرا في المنافسين نتاعو. لكن نجم الرجيس بالنسبه لي انا ثلاث نقاط مهمين برشا اللي نجم يبني عليها النصر، خاصه في بدايات، وتعرف تبدا بانتصار ممكن يعطيك اكثر اريحيه لبقيه المقابلات. باهي الماتش الثالث ماتش السي اس اس السي ابي، ظهر لي السي اس اس بعد الفوز على الترجي كنا نظن الفريق باش ياخذ سكته في الانتصارات باش يكون ينافس على جدي على البطوله، لكن عثره جديده مع السي ابي 1-1، والسي ابي قدم ماتش كبير وكان اقرب حتى للفوز خلينا نقولوه. اكيد السي ابي خسر زوج نقاط، اليوم السي ابي خسر زوج نقاط، بما انه تعرف اليوم السي ابي مش قاعد كونتوري ماركي، السي ابي اليوم كما نقولوا احنا مو السي ابي اللي نعرفوه. فما مشاكل كبيره فنيه، مشاكل ماديه، تغيير المدربين، تغيير الاطار الفني، كان مختار الدافنسي في البدايه وبدا التحضيرات، من بعد تغييره بالعربي الزواوي، فما تململ ديفكتيف، انتدابات كانت متاخره نوعا ما شويه، لكن نادي بنزرتي لازم يلقى حلول، لكن تكون وضعيته خير من برشا فرق خير، حتى من شباب القيروان اللي هو في قاعه ترتيبه من افشل الفرق اللي موجوده حاليا في جمع النقاط، لكن نادي بنزرتي عمل مباراه كان معناتها كما قلنا طالب باش ينتصر فيها، مهم برشا. يعني اليوم كي تشوف انت كي تشوف يعني نتكون نعرفوا انه نادي بنزرتي حتى الامانه ماهوش الفريق اللي يستاهل الوضعيه الحاليه على جميع المستويات الفنيه والمركز اللي هو فيه، لكن جاء امام منافس حتى الامانه منافس كبير، منافس محترم اسمه نادي الشيخ، عمل بدايه طيبه مع العصر نتاع رادو كاستال، ولكن بالنسبه لي انا نقول في مباراه ككل نادي نزرتي اخسر بالنسبه لي انا زوج نقاط، ونادي الشيخ يربح نقطه من وزاره الزيت، نعرف ان نادي بنزرتي مطالب بجمع النقاط، هذاك علاش النادي الشيخ ما ينجمش ينتصر في وزاره الزيت. عندنا فريق قنيس من اول البطوله ظهر لي رصيد بشري محدود جدا، خاصه من ناحيه الكم، كل مقابله من بدايه البطوله زوج ثلاثه ملاعبيه على بنك الاحتياط، لكنه النتائج نتاعه بصراحه مفاجأة. فريق هذا موجود في أعلى حتى ترتيب، نجم المتلوي فوز جديد قدام اتحاد طاوين 1-1. نجم المتلوي نعرفه ثم بداية كانت صعيبة برشا، سيرتو وقت اللي برشا ناس المتلوي عملوا على محمد الكوكي يبدا الموسم، بعد كانت صعوبات كبيرة، قدوم قيس اليعقوب يبدا بصعوبات، وأنا نتذكر تصريح منذ بداية الموسم وقيس اليعقوب قال فيه بالحرف الواحد، فريق النجم الهلالي المتلوي على قد ما تمر الجولة، على قد ما يتحسن الفريق وعلى قد المستوى ما يكون أعلى. نعرفوا النجم المتلوي بدا الموسم بمباراة ودية هذا غير كافي، لكن بتوالي المباريات بتوالي كيما نقولوا احنا الجولات الفريق لقى روحه فنيا وبدنيا مع اللمسة نتاع قيس اليعقوبي مع الديسكوري ذولي. النجم المتلوي متألق الموسم هذايا حاجة تفرح جماهيره، بما انه نعرف المواسم الأخيرة نوعا ما العامين الثلاثة الأخرانيين كل عام تلقى في قاعة ترتيب وتفادي النزول، اليوم ذولي صارت انها تتوفر السيولة المادية على خاطر تعرف النوادي سيرتو المتلوي تطاوين برشا فرق تحكم فيها من الموارد الماليه، اذا تتوفر الموارد الماليه تتوفر المنح تتوفر الاجر نتاع الملاعبين، نتصور النجم المتلوي مع قيس اليعقوبي نجم يعمل موسم متميز. رغم محدوديه الزاد البشري فان الفريق باش يخسر زوج ملاعبين اخرين، الكلام برشا على امكانيه مغادره موشيلي وكذلك محمد علي سالم باش يغادروا الفريق في الفتره الحاليه، قربوا اكثر من اي وقت مضى للمغادره، ان شاء الله الهيئه تقوم تطعيم من الفريق بملاعبين اخرين. الماتش اللي بعده ونيس الاتحاد المنستيري، مفاجاه الموسم الماضي بعد بدايه صعيبه برشا السنه في البطوله، الفريق 2-2 يفوز قدام الاولمبي البيجي اللي قدم مقابلات محترمه ايضا الاولمبي البيجي السنه. اللي يشوف الاتحاد المنستيري لازم نكونوا واضحين، معناتها ثم فتح عقود لاعبين في المرحله هذه اللي زوج لاعبين خروج الملاعبيه في الموسم الفارق. الكوني خلفه والهادي خلفه واللاعب الغاني اللاعب الغاني كيف الفريق. يعني هذا شنو يقول؟ يقول انه اليوم الاتحاد المنستيري في بناء فريق جديد مع بعض الغيابات اللي كان في برشا مباريات يعني كانت النتائج ما كانتش ايجابيه، بدايه الموسم كانت صعيبه وصعيبه برشا، لكن برشا خاطر الاتحاد المنستيري مش من تقاليد المشاركه الافريقيه او المشاركه، ما عرفش يوفق ما بين البطوله وما بين مشاركة افريقيه وزادت الاصابات.
اكيد مع الاصابات والغيابات ما خليت حد من السيري متالق من في البطوله الوطنيه، لكن تو تحس اللي قاعد يركز على المباريات نتاعو، قاعد يركز وحتى في البطوله المدرب قاعد يخدم فيها في خدمه معناتها على الموسم الفارق، قاعد كيما نقولوا احنا استقرار نوعا ما على الفكر. ثم برشا من لعبيه قاعدوا خاصه بيس متريس اللي سجلت اضافته كبيره ومركز، واللي سجلت اليوم بريس 50% راهو من الاتحاد المنستيري بلمساته بالبلاسمون نتاعو بالتمركز ملاعب ديسيزيف في الاتحاد المنستيري. نتصور الاتحاد اليوم كي حط مخه في البطوله بدا يرجع يتالق وبدا يلم في نقاط، وهذا مهم جدا خاطر نوعا ما مفاجاه بالنسبه لي انا كي نشوف الاتحاد المنستيري في الجولات الاخيره في قاعه ترتيب قلق جماهير. نكمل مع اخر ماتش نيس اتحاد بن قردان وثنين بلاش قدام الشباب القيروانيه، ماتش بين زوز فرق زوز متناقضات، خلينا نقولوا الاتحاد قاعد يقدم في موسم كبير السنة يحتل صدارة الترتيب بعد نعطيو الكلاسمون، المقابلة وضعية متميزة لاتحاد بن قردان. الاتحاد بن قردان قلنا لائحة نتاعو قامت بانتدابات موجهة، قامت بمحمد أمين المهزبي، سيف الدين بالعكرمي، أيوب التليلي، الحمروني اللاعب المتألق والمتميز على الجهة اليسرى، الغرس اللاوي. تحس انه الفريق اليوم خاصة علي العياري في حراسة المرمى عنده تركيبة دفاعية ممتازة تتكون من حارس مرمى اسمه علي العياري، يمين أيوب التليلي، يسار الحمروني، وخاصة في قلب الدفاع العكرمي والمهزمي. زوز لاعبية قدام في وسط الميدان خاصة في ارتكاك الكرة والتغطية على الأظهرة ودوزيام بال اللي هو كرة ثانية كانوا متميزين اليوم منظر القاسمي وبنطرش. مهم برشا انك ما تنجم تنجح، ونعرفوا ايطاليا كالعام 2006 فازت بكاس العالم خاطر عندها دفاع قوي. اليوم نقاط قوه الاتحاد بن قردان هي المنظومه الدفاعيه مع كما نقولوا احنا اليات هجوميه فيها الجربي فيها الاجنبي فيها الغرس الداوي، يعني الرابطه المصرف الاولى الموسم هذا، لكن نحكيو على المنافس نتاعو اللي هو شباب القيروان. انا حاب نقول شباب القيروان فشل على جميع المستويات فنيه اداريه بدنيه، عدم استقرار على جميع المستويات. لليوم شباب القيروان مازال مدرب، لليوم شباب القيروان مساحه تمنيع اليوم ينجم يغير من مجريات مقابل. عيب في حق جمعيه كبيره كما شباب القيروان نلقاو رصيد بشري ضعيف وضعيف جدا. هذا يقلق الجمهور نتاعو، ممكن شباب القيروان يفقد مركزه في الرابطه المحترفه الاولى منذ مرحله الذهاب. هذا شيء يقلق ويتسمى فشل للهيئه المديره. هذا فشل بأتم معنى الكلمه، انك ما تخدمش الجمعيه، انك ما تعملش انتدابات وما تمنش انه شباب القيروان من بعد البراج يكون في الرابطه المحترفه الاولى، ضريبه انك ما تعملش انتدابات، ضريبه انك ما تاخذش الامور بكل جديه. هذه النقطه اليتيمه بالنسبه لي انا شباب القيروان. ان شاء الله كما نقولوا احنا شباب القيروان يدارك ثم فتره تنقلات قادمه ان شاء الله نقوى الفريق خير من هكا. انت حكيت على الانتدابات انيس، بعد شويه باش يكون معنا مراسلنا في القيروان عبد المجيد الجبيلي، فما كلام على التعزيزات، ممكن بلال الخفيفي، يمكن زياد الزيادي ايضا، يمكن ايضا ماهر الحداد. ناخذ كل شيء بعد شويه، يبقوا معنا مع مراسلنا عبد المجيد الجبيلي. ايضا الجوله هذه ثم منعد جلب انتباهي، بون كل جوله شو نقولوا، نقولوا ثم برشا من لاعبين قاعدين الحق يقوموا بمباريات هي ما نقول بنترشا محمد بنترشا محمد بنترشا اللي هداف اليوم في تحدي قردان. اما بينالتيات الاهداف نتاعو انيس اللي مركز فيهم الكل، كيفاش؟ الهدف الكل نتاعو بينالتيات، معناها هو الثاني ظهر لي في تدريب الهدف يعني كسوا بينالتيات ولا كفرونيت ايسونسيال يسمى هدف تاع كريستيانو رونالدو في اليوفي ولا في الريال، كان زاد كانت معظمها ضربة جزاء، لكن يسمى هو الهدف يعني يتسمى هدف، لكن بالنسبه لي انا على العمل اللي يقوم به بغض النظر على الاهداف اللي سجلتها. فهمت سلام، ينجم يكونوا ضربات جزاء، اما كان تبع مباراه اتحاد بن قردان التمركز تاع بنترشا في ارتكاك الكره في التغطيه في معارضته للهجوم في معارضته للدفاع، ملاعب في بن قردان قاعد يلعب بالاكسبيريونس اذا في الترجي في اللي نعرفه في الترجي، وكان ملاعب يتعدى بالفورماسيون في الشبان نتاع الترجي اللي كان منظر القسم يتعدى بالترجي، الملاعبيه اللي نشوفوا فيها من كل بريسك من من من, من المدارس نتاع الترجي، الترجي يطيب ويعطي لغيره يعني كما نقولوا احنا ما يستغلوش برشا من العبيه ويشري بالملايين ويشري برشا فلوس ويكلف خزينه النادي، ماهوش موضوع نتاع زوز دقائق ولا دقيقه، لكن ثم من العبيه اليوم يتكونوا في التراجي ويخرجوا وليوا كيما قاعد ديفيدات في النوادي الاخرى. صحيح. التراجي يجي الوقت يستغل المصراتي
وصلت من لاعب صغير مانيش قاعد نشوف فيه برشا، فما برشا لاعبيه عاملين ورينا كلوليد كلوار صغير هذاك نتاع المنتخب ميموني زاد كيف كيف مانيش قاعد نشوف فيه. ان شاء الله الترجي ولادات صغار يعطيهم فرصه نتاع اكثر وقت باش نجم نكتشفوهم. يعطيك الصحه، شكرا ليك انيس العياري على كل هذه التفاصيل الفنيه اللي مديتنا بها. تنذكروا بالكلاسمون نتاع الجوله هذه بعد المقابله الجوله التاسعه، اكيد الكلاسمون فما فرق ناقصه مقابلات، لفوا معاها النجم الساحلي سي اس اس تنقصها زوز مقابلات، والاتوال تنقصها مقابله، معاهم ايضا بنفس عدد النقاط موجود سليمان والمتلاوي كل عندهم 14 نقطه، ثم نلقاو الملعب التونسي السابع 12 نقطه تنقصوا مقابله، الثامن مستقبل رجيش 12 نقطه ايضا مع ستاد نلقاو، ثم الاولمبي البيجي 9 ب 10 نقاط ثم بيجي تنقصها مقابله، ثم السيابي 9 نقاط ايضا 11 نلقاو لويسمو 8 نقاط معها اتحاد تطاوين، الاتحاد المونستيري تنقصوا مقابله 13 قبل الاخير نلقاو الكلوب 7 نقاط، وفي اسفل الجدول نلقاو الجي اس كا